السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج أزمة أخلاق. النهاردة موضوعنا كبير وموضوع خطير هنتكلم فيه باستفاضة، وحلقتنا النهاردة مميزة جدا، وحلقة مش عبارة عن أسئلة وأجوبة، لا هي حلقة نقاشية هتدور حول الموضوع اللي هنقول لكم عليه بعد ما نرحب بضيوفي في البرنامج. وكالعادة برحب بضيفي الكريم الداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. صباح الخير يا شيخ أيمن. أهلا أستاذ إبراهيم، أهلا بيك وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. يا أهلا وسهلا. كما أرحب أيضا بالمهندس وليد شلبي، خبير إدارة الأعمال ومهارات الحياة. أهلا بيك يا باشمهندس، منور. أهلا يا أستاذ إبراهيم، شكرا أوي على الدعوة بتاعت حضرتك. ربنا يخليك. نصبح بقى على مشاهدينا كده. صباح الخير، واتمنى ان الحلقه تعجبكم، وان شاء الله تلاقوا كل المعلومات اللي انتم عايزينها في الحلقه مع استاذ ابراهيم ان شاء الله باذن الله. كما ارحب ايضا بسيده الاعمال الدكتوره سهير فاضل، رئيس مجلس اداره شركه الاتحاديه جروب للاستثمار العقاري واداره المشروعات. اهلا بك يا دكتوره، صباح الخير. اهلا بك يا ابراهيم، صباح الخير، وصباح الخير على الساده المشاهدين في مصر والوطن العربي. اهلا بك. اهلا بك مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير عليكم، صباح الخير، صباح الأمل والعمل، صباح الصحة والجمال من خلال هذه الشاشة الواعية والهادفة أيضا، شاشة تلفزيون قناة الصحة والجمال. صباح الحب اللي يجمعنا وما يفرقناش، صباح كل شيء جميل يكمل معانا للنهاية. تحياتي ليكم، تابعوني في داخل الحلقة، وعنوانها خطر الكلمة في زمن الإشاعات. وإحنا عارفين قد إيه الكلمة مهمة، والإشاعات اللي بنشوفها المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر الفيسبوك وانستجرام وتويتر والواتساب وماسنجر، ورسائل كتير جاية ورسائل كتير بتروح مش عارفين أي معلومة. إن شاء الله بإذن الله تابعونا في خطر الكلمة في زمن الإشاعات. وأول سؤال للداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. الشيخ أيمن، خطر الكلمة وتأثيرها على المجتمع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا الأدب وعلم الدنيا الخلق في زمان نحتاج فيه إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كثرت الكلمات والمنشورات، كثر الغلط، كثير من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني رأينا الكلمات التي لا ترضي رب الأرض والسماوات، اللي بيأس الناس واللي بيفزع الناس واللي بيخوف الناس. قالوا مرض وانتشر، أقول لهم إن كل شيء عنده بقدر. قالوا على مواقع التواصل الاجتماعي وباء خطير، أقول لهم إن الله على كل شيء قدير. قالوا على مواقع التواصل الاجتماعي غلقت المساجد، أقول لهم سأظل لله ساجد. قالوا وما الدواء؟ أقول الدعاء، أن نلجأ إلى الله بالدعاء والتضرع، هذا ما يغير حالنا. فبالفعل هذه الأيام أخطر شيء هي الكلمات، مش في زماننا فقط، لا، أخطر شيء في الدنيا هي الكلمة. احنا بس بنذكر تذكرة بسيطة، أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنا عايز كل واحد بينزل منشور أو بيطلع يقول أي كلمة أو بيطلع يقول أي خبر بينقله، خلي بالك في ملكين، ملك رقيب موكل بكتابة الحسنات، وعتيد موكل بكتابة السيئات. فكل لفظ بيخرج منك، ما هو المنشور ده يعتبر كلمة، كلمات انت بتقولها، فكل كلمة بتخرج منك بتسجل يا اما في ميزان حسناتك يا اما في ميزان سيئاتك. فاحنا يا جماعة عايزك قبل ما تنشر اي كلمة او تطلع تتكلم باي كلمة، خلي بالك وراجع نفسك، لان الكلمة هتحاسب عليها. هذا ما ادينه امام الله، اسأل الله ان يجعلني واياك يعني من اهل الصدق، انه ولي ذلك والقادر عليه. احسنت الشيخ ايمن، احسنت بجد. مشاهدينا في كل مكان،
الكلمة تبني وأيضا تهدم، الكلمة تحيي وأيضا تميت، الكلمة تسقط مجتمعات وتدمر مجتمعات. وده هيبقى سؤالي مع المهندس وليد شلبي. مش مهندس، الكلمة الآن وخطورتها على المجتمع وخطورتها على الاقتصاد، واحنا عارفين قد ايه ان احنا بقالنا في فترة اقتصادنا شبه منعدم. الكلمة هي ميزان له كفتان، كفة النجاح وكفة الخسارة. لو أتقن الإنسان الكلمة وعرف يقول إيه وإمتى وإزاي، هيعرف يوصل اللي هو عايزه. فلو إحنا قلنا بالنسبة لمصر والنهضة الاقتصادية اللي إحنا لاحظناها في آخر السنوات، وإزاي عملنا مشاريع عملاقة، وإزاي الاستقرار اللي إحنا ابتدينا نوصل له ونبني فيه، هنلاقي إن أي إشاعة مغرضة أو أي كلام قد يؤثر على الاقتصاد تأثر سلبي جدا. لكن في ظل المعالجة الحكيمة من الحكومة المصرية للأزمة الحالية، لا، إحنا ماشيين بخطة ثابتة. وكل اللي أنا بطلبه من الناس إنك لازم تشوف الكلمة قبل ما تقولها، لأن يقول الله تعالى في كتابه في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا. الكلمة دي أجمع عليها أهل العلم بأنها كلمة شملت أدب الدنيا والدين. فإن أنا أقول الحاجة الكويسة للناس وإن أنا أبشرهم بكل الخير، ما خوفش الناس من أي حاجة ممكن تضرهم أو تعطلهم. وكمان مبادرة الحكومة المصرية بأنها تدي معاش مؤقت للعمالة الغير منتظمة، ده كل الكلام ده بيؤدي إلى التفاؤل، ويؤدي إن إحنا داخلين على مرحلة جديدة قد تكون صعبة ولكنها مستقرة. الكلمة يا أستاذ إبراهيم هي مصدر قوة البني آدم. لو أنا معرفتش إن أنا أقول كلمة قوية أقصد بيها خير وتبقى كلمة طيبة زي ما ذكر الله في سورة سيدنا إبراهيم، يبقى الكلمة قلتها أحسن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أحسنت أحسنت يا باشمهندس. شكرا. مشاهدينا، الكلمة وما تأثيرها على المجتمع وعلى العائلات وعلى الأسر وعلى مصر وعلى الوطن العربي وعلى العالم كله، سؤال مجتمعي لسيدة الأعمال الدكتورة سهير فاضل. دكتورة سهير، النهاردة شايفين قد إيه الحاجات اللي بتتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كلمات هدامة، تخويف، نحن لا نهون ولا نهول. يعني إحنا ما بنهونش هنا في برنامج في برنامجنا أزمة أخلاق، لا نهون من أمر الكارثة ولا نهول أيضا، بس عايزين الحاجات المنضبطة، عايزين رسالة للشعب المصري إزاي يتعاملوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك في زمن الإشاعات. هي يعني هو الموضوع بتاع الكورونا ده كارثة حقيقية على مستوى العالم مش مصر بس، والموضوع كبير مش صغير، احنا مش بنهول، لكن دي حقيقة. فالمفترض بقى على شبابنا المستهتر اللي عمال يدخل على التواصل الاجتماعي ويقول الموضوع بسيط واحنا اللي هناكل الكورونا مش الكورونا اللي هتاكلنا والكلام ده كله، شغل بقى فهلوة يا دكتور. ده كده من ناحية ايه بقى؟ فتحة السد. جدعانة بقى. الشعب المصري مش هيصيبه شيء، يعني وكأن المناعة بتاعتنا يعني مناعة المشي حيوانات مفترسة. يعني لا والله بجد، يعني صراحة. أما الكلمة دي يعني قبل ما حد يطلعها على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بقى العالم كله بيقعد يشوفنا فيه، يكتب الحقيقة، يعني ما يقولش حاجة يخلي دول أوروبا والدول العربية تاخد علينا كلام إن إحنا مستهترين بموضوع رؤساء العالم بيعيطوا وبيبكوا عليه. الكلمة دي ممكن تدمر شعوب لو هي كلمة سيئة، ولو كلمة حلوة بتبني شعوب طبعا وبتعمل سلام بين الشعوب. فربنا المستعان، وربنا يسترها علينا جميعا في الموضوع بتاع الكورونا ده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. مصر امينه يا دكتوره. طبعا. وربنا حافظها من فوق سبع سماوات. ده اكيد. وغير كده ربنا حافظها سبحانه وتعالى واهل البيت والدوله مش مؤثره في الحقيقه، يعني دي حقيقه الواحد لمسها وشايفها بعينيه، الدوله مش مؤثره في الموضوع ده طبعا. لكن الناس هي اللي مستهتره بالموضوع. ان شاء الله في عندنا وعي وثقافه، ومن خلال البرامج التلفزيونية والوعي الثقافي إن شاء الله بإذن الله شعبنا يفهم ويعي مدى الكارثة ومدى المصيبة إن شاء الله اللي مش حل بينا بإذن الله. الدعاء واللجوء إلى الله
ما بننكرش أبدا الطب والعلم، الدعاء مع الطب والعلم. وده السؤال اللي هسأله لداعي الإسلام الشيخ أيمن المصري. الشيخ أيمن، الدعاء واللجوء إلى الله سبب رئيسي لرفع البلاء عن الأمة، ولكن الطب شيء مهم في حياتنا فلازم ناخد بيه. ما بننكرش أبدا الطب والعلم ولجوءنا للأطباء والعلماء، وأهملنا كثيرا البحث العلمي في مصر، فجاء الوقت أن نقدر كل عالم وكل طبيب. وتحية من هذا البرنامج للجيش الأبيض، الأطباء والممرضين والممرضات اللي بيعانوا الأمرين دلوقتي في المستشفى، وإحنا عارفين قد إيه بيتعبوا وقد إيه بيضحوا بنفسهم. أسأل الله أن يرفع الهم عن هذه الأمة، وأن يجعل هذا المرض نقمة على كل مجرم، ونقمة على كل فاسق، ونقمة على كل كافر، وأن يجعل هذا المرض نعمة ورحمة لكل المسلمين، وأن يعافي يعني كل المسلمين في 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 بقاع الأرض. بص يا زعيم، أولا إحنا ديننا أبدا مش ضد لا صحة ولا تعليم ولا إن أنت تكون عالم، بالعكس ده هو ده ديننا، إن إحنا يبقى عندنا تقدم وازدهار. لكن في مسألة في العقيدة أنا لازم أدرسها، أن الشافي هو الله. الله، لكن الطبيب ده سبب، الطبيب يشتغل ولازم يكون ماهر ومبتكر ودايما بيشوف الأبحاث ويشوف الأشياء الجديدة ويكون دايما في تقدم، ما يفضلش راقد على حاله زي حال أي واحد في أي مجال، في أي مجال في العلم. لكن في العقيدة أن الشافي هو الله طبعا، ولازما في إله أعبده. شوف يا شيخ أيمن، أي دكتور أول ما تدخل العيادة بتاعته تلاقي كاتب حاجة كده، وما توفيقي إلا بالله، دائما أغلبية الأطباء في مصر والله بجد، مسيحي بقى أو مسلم مش هتفرق، وما توفيقي إلا بالله. الشافي هو لله، ولكن بناخد الطب بسبب. أحسنت، ما هو ده اللي بنقول عليه. فإحنا عايزين في مسألة عقدية، أنا عايز ألجأ لربي، لأن الطبيب ده مش هيبقى حل، مش هنتوفق، ما عندناش توافق وتوفيق إلا بأمر الله وبكرم الله طبعا، لأن الله على كل شيء قدير. ربنا غفور ورحيم، كبير وعظيم، أكبر من أي محنة وأكبر من أي أزمة، ويا ما عدت على مصر من كوارث ونكبات وأمراض وفيروسات كنا نعلم بها أو لا نعلم، نتفق معها أو نختلف، ولكن قول واحدا، الأرض الذي تجلى عليها المولى سبحانه وتعالى أكيد محروسة إلى يوم الدين. طبعا أكيد مصر ربنا سبحانه وتعالى يعني كريمها ولها مكانة عند الله، وذكرت في القرآن أكثر من مرة، لكن الابتلاءات سنة كونية طبعا. هو دلوقتي يعني اللي بيحصل في مكة هنقول بقى ده غضب من ربنا سبحانه وتعالى عشان المساجد أو الحرمين الشريفين أغلقة؟ لا، مش عايزين الكلام ده. بص، اولا كل ما يبقى فيه ابتلاءات تعرف ان انت ان احنا امه مرحومه، لان الابتلاءات دي نعمه ورحمه من ربنا سبحانه وتعالى. فمفيش مصر محروسه محروسه، لكن الابتلاءات هي موجوده طبعا. لو قرات في التاريخ هتقرا العجب العجاب من في يعني لما حدث مع موسى وفرعون في مصر، الضفادع والقنبل، وحصل اشياء عجيبه، الماء تحول لدم، يعني اشياء. فده مش معنى كده لا، ده ابتلاءات. احنا دلوقتي كمسلمين عايشين على ارض مصر دي رحمه لينا، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا كما عند البخاري، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا اذى، حتى الشوكه يشاكها او يشاك بها الا وكفر الله بها من خطاياه. فكل اللي احنا فيه ده نعمه من ربنا سبحانه وتعالى وليس نقمه. احسنت. اسال الله ان يعني يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء. الابتلاءات، وكان أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل ثم الأمثل، ولا يرفع ابتلاء إلا بالرضا. لازم نرضى بالواقع اللي احنا فيه ونرضى بقضاء الله. أنا طبعا من خلال هذا البرنامج بشكر كتير قوي الأستاذ بسيوني أبو زيد، مدير مكتب أهرام اليوم الدولية بفرانكفورت بألمانيا، ومعنا فيديو هنعرضه، وهو بعته لنا مخصوص عشان خاطر برنامج أزمة أخلاق. ممكن نعرض الفيديو من فضلك. الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء، برضو بطمن حضراتكم كل يوم على المصريين في ألمانيا، زي ما عودتكم كأحد أفراد الجالية المصرية بألمانيا، كلنا ولله الحمد والشكر بخير.
احنا اتعودنا نحمد ربنا ونشكر فضله على اي حاجه ربنا يجيبها لنا. فيروس كورونا رغم الناس شايفاه حاجه مضره جدا وهو طبعا حاجه ضاره جدا ومميته، الا اننا نشكر ربنا سبحانه وتعالى عشان فيروس كورونا بدا يرجعنا لربنا سبحانه وتعالى، وخلى كل واحد فينا يبدا يراجع حساباته مع نفسه، يبدا يراجع حساباته مع جاره. الناس اللي كانت بتتعالى على الناس ترجع لدينها وترجع لكرامتها وترجع لشخصيتها المعتاده. عايزين نبقى كلنا ايد واحده، عايزين كلنا نشيل بعض وقت الزنقه. لو ليك جار ظروفه تعبانه في الايام اللي احنا فيها ديت لازم تسال عليه وتشيله عشان ربنا يحفظك ويحفظ ولادك ويكفيك شر المرض. احنا كلنا يعني شعب طيب جدا كشعب مصر، وانا يعني مش عايز افكركم بايام حرب اكتوبر لما حتى الناس اللي كانت بتسرق بطلت سرقه ووقفنا كلنا في خندق واحد مع بلدنا وفي وقت الحرب وانتصرنا. احنا النهارده برضو في حاله حرب، حرب شرسه جدا، مش بس على فيروس كورونا، لا حرب شرسه على كيان الدوله المصريه، لان في ناس بتحاول تستغل الفرصه وتهدم في الدوله المصريه، وفي ناس بتحاول تستغل الفرصه وتشكك في قياداتنا السياسيه. ما احوجنا في هذه اللحظه الى ان احنا نبقى ايد واحده. ارجوكم حافظوا على مصر، ارجوكم خلوكم ايد واحده، ارجوكم ارجعوا لربنا سبحانه وتعالى. اي واحد متعنطز ومناخيره في السماء كده يكسرها عشان الفيروس ده كسر العالم كله، ربنا بيقول لكم حاجه بسيطه، جند من جنودي الصغيره خالص التي لا ترى بالعين دمرت العالم كله. ارجعوا لربنا، ارجعوا للقيم بتاعتنا، ارجعوا للعادات والتقاليد الطيبه بتاعتنا. يعني الناس اللي دخلت بينا وفرقت بينا وما زالت لغايه النهارده العنصر الارهابي الاخواني اللي حاول يكسر المجتمع المصري، يا رب يخلصنا منه قبل ما يخلصنا من فيروس كورونا، ويا رب يحفظ مصر ويحفظكم، وخلينا كلنا ايد واحده، وخلينا كلنا نحافظ على بعض، وخلينا اسبوعين في بيتنا احسن ما نقعد في القبر العمر كله لا قدر الله، ونخسر اهلنا ونخسر اخواتنا ونخسر ناسنا كلنا. يا رب يحفظكم، يا رب يحفظكم، يا رب يحفظ بلدنا، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر بينا كلنا، وإن شاء الله مصر محفوظة. شكراً للصحفي والإعلامي الأستاذ بسيوني أبو زيد، مدير مكتب الأهرام، مدير مكتب أهرام اليوم الدولية بفرانكفورت بألمانيا. شكراً لكلمتك، شكراً جزيلاً. الاقتصاد يا باشمهندس وليد، وخطر الكلمة والإشاعة على الاقتصاد مش في مصر بس، في الوطن العربي وفي العالم كله، وحضرتك خبير إدارة أعمال وعارف قد إيه قيمة الكلمة والإشاعة عندما تنتشر في شركة أو في مصنع أو في أي عمل أو في أي مؤسسة، قد إيه بتدمر الاقتصاد؟ خليني أقول لحضرتك على حديث شريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بحب أستخدمه جدا في إدارة الأعمال، ومنه نقدر ننطلق منه لقد إيه الكلمة ممكن تبقى خطر على المجتمع كله مش الاقتصاد بس، سواء من الناحية الاجتماعية الاقتصادية الصحية، كل ده في الآخر بيصبه في الاقتصاد وبيصبه في قوة الدولة على مستوى العالم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. لو إحنا بصينا للكلام ده كله هنقول إن إحنا في عالم إدارة الأعمال أنا لازم المعلومة بتاعتي توصل بشكل سليم لمتخذ القرار حتى يكون القرار سليم، ولو وعدت او التزمت قدام مديري او الزبون بتاعي او المشتري او اي حاول العميل بتاعي لازم اوفي التزامي. والامانه ان انا لو جيت قلت لحضرتك ان الجهاز ده بيعمل 1 2 3 4 لازم يعمل كده، طيب لو انا جيت قلت لا انا مش هشتغل، انا عندي ازمه، عندي 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 الكلام ده كله، هنبص نلاقي ان ناس كتيره قوي كتيره قوي هتصاب بالاحباط وتقعد في البيت ومش عايزين ينتجوا ومش عايزين يشتغلوا، ودورة العمل ابتدت تقف وتعطل. كل الحاجات دي مش في مصلحة حد. احنا نلتزم بالإجراءات الحكومية على قد ما نقدر، خليك في بيتك، حاضر هنبقى في بيتنا، بس احنا ممكن ننتج من واحنا في البيت. الأجهزة التكنولوجية وأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلت العالم كله قرية صغيرة. لكن ان احنا نندرج تحت بند الإشاعات المغرضة وإن خلاص العالم كله قفل وإن خلاص مفيش شغل
ونقفل كل اشغالنا ونقعد في البيت دي كارثه. لان انا ممكن وانا في البيت انتج واشتغل واكلم الدكتوره على حاجه معينه استفيد من معلوماتها واكلم الشيخ ايمن وابتدي نتكامل مع بعض بشكل اكبر. التكامل ده هو اللي هيخلي الاقتصاد بتاعنا مش هنقول ان هو هيمشي بخطى سريعه زي ما كان ماشي، انما ما يرجعش بخطى سريعه ونرجع تاني نبتدي من حاجه احنا انتهينا فيها من سنين عديده جدا. فلازم الكلمه اللي انا اقولها لاي حد موجود تطلع بمنتهى الصدق والشفافيه، تطلع بالتزامات معينه بتوقيتات معينه لشغلي ولدوره العمل، وفي الوقت نفسه اقدر ان انا اوفي التزاماتي الماديه ناحيه الناس اللي شغاله معايا في نفس المكان او العملاء اللي انا بشتغل معاهم. وفي الاخر احنا كلنا معانا حاجه واحده بس، زي ما قال الشيخ ايمن احنا معانا ربنا، وربنا سبحانه وتعالى دايما بيقدر لنا الخير طبعا. فان شاء الله ان شاء الله الاقتصاد ما يتاثرش في مصر بالذات، مش بتكلم على العالم، في مصر بالذات بالشكل اللي الناس متخيلاه على السوشيال ميديا او الكلام ده كله. احسنت يا دكتور. شكرا. السعي والاخذ بالاسباب كما قال الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري وكما قال المهندس وليد شلبي. وده سؤالي طبعا هيبقى موجه للدكتوره سهير فاضل. دكتورة سهير، وحضرتك رئيسة مجلس إدارة شركة الاتحادية جروب للاستثمار العقاري وإدارة المشروعات، عايزين رسالة للشباب بقى المحبط في هذا الوقت بالذات، يعني أصل ما كناش إحنا نشيل بلدنا ونرتقي بها، مين هيجي يشتغل عندنا؟ أنا عايز رسالة بقى كل الشباب دلوقتي اللي مش عارفين يمارسوا المهنة الحقيقية بتاعتهم يتخلوا عنها في الوقت الحالي ويشتغل أي شغل يناسب الوقت ويناسب وقت الحظر. أنا عايز رسالة للشباب دي يا دكتور. هو زي ما الباشمهندس طبعا قال إن المفترض الشباب يشتغلوا، حتى يعني إحنا بنقول محدش ينزل علشان المرض ما ينتشرش. هو محدش ينزل، لكن هو ممكن الناس تشتغل من البيت على فكرة وعن طريق التواصل الاجتماعي. لا، ما إحنا عندنا أوقات برضو، عندنا من 6 الصبح، من 6 صباحا ل 7 مساء. لا، هو في شباب بقى استريحت على الكلام دوت وقعدوا في البيت وبينزلوا، بس للاسف مش للشغل. يعني هم بينزلوا علشان يقفوا ويصفروا ويغنوا ويعملوا حاجات غريبه كده، ينزلوا شكلنا قدام العالم كله. تخيلي يا دكتوره، الناس افتكروها، بعض من المجتمع يعني افتكروها دي رحله او دي اجازه صيفيه. شفت اللي حصل في اسكندريه وكان معروض طبعا في برنامج التاسعه مع الاستاذ وائل الابراشي. ناس كتير قوي نزلوا على البلاجات وافتكروها فسحه وبتاع. هنقول لهم ايه دول بقى يا دكتوره؟ يعني بنقول لهم اقعدوا في بيتكم واتقوا الله علشان ما تنشروش المرض لاهاليكم واصحابكم واصدقائكم وجيرانكم. اقعدوا في البيت، ده الدوله شايله عبء كبير جدا. يعني قعدتكم في البيت وبتدفع لكم المرتبات بتاعتكم، بتنزلوا ليه؟ طب ما كانت الدوله نزلتكم الشغل اولى. يعني انا بقول للشباب يعني يخلوا شكلنا حلو، لان العالم كله بينزل لمصر دلوقتي، ويبطلوا الاشاعات، لان الكلمه اللي هو البرنامج مبني عليها، الكلمه دي ممكن تاثر علينا في السياحه وفي الاقتصاد وفي كل حاجه على مستوى العالم. احسنت. ما يقعدوش يدخلوا على الفيسبوك كل شويه يقولوا اشاعات ويقولوا كلام، الكلام ده ممكن يهد مصر، مش الفيروس اللي يهدها او الكورونا. صح، احسنت يا دكتوره بجد، ودي رساله قويه بحييك عليها. ربنا يخليك. ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. وده هيبقى سؤالي بقى مع الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري. شيخ ايمن، كل واحد فاكر يقول لك انا روحي دي ملكي، انا نفسي ملكي نفسي، فانا انزل براحتي اتجول براحتي، محدش يحجر عليا، محدش، وهو فاهم ان هيضر نفسه بس. انا عايز بقى اللي بيضر الناس حكمه ايه في الدين الاسلامي، اللي بعارف ان عنده مصاب شويه وبينزل يتجول كده ما بين الناس وبيعرض نفسه للخطر وفاهم ان بيعرض نفسه بس، فيقول لك انا حر في نفسي يا اخي، انت ما تحجرش عليا. نقول له ايه ده بقى يا شيخ ايمن؟ لا، اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. الحديث ده لو طبقناه في حياتنا هنعيش حياه كريمه جدا. في شباب كتير بتسأل، طب هما بيخلونا نقعد في البيت من الساعة 7، يعني طب ما احنا طول النهار في الشارع، طول النهار في الطرق وفي الأسواق. يا جماعة، في حاجة، في نظام الدولة ماشي عليه ولازم نطيع ولي أمري، لأن دلوقتي في مرض،
انا طبعا يقيني بالله ان المرض هيموتني 1%، لكن الموت هتموت 100%. يعني الناس خايفه من المرض، انت كده كده هتموت صح، بس في حاجه لازم انا النبي علمها لي، ان انا لا ضرر ولا ضرار. الدوله مدياني مواعيد، الناس اللي معاها فلوس وعندها استطاعه تقعد في البيت تقعد في البيت، لكن انا مثلا واحد عامل يوميه او صنايعي او 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 قوتي على قد يومي، فانا بخرج بيديك فرصه تخرج من 6 الصبح ل 5 او 7 9 لاكل عيشك. ده انت خارج لضروره عشان انت ما عندكش امكانيات تقعد في البيت. طب التاني اللي معاه فلوس قاعد خلاص، هو بيلتزم بالتعليم، معاه مال او في دخل بيدخل له. طب الناس بتسال، طب ما الناس بتخرج. ايوه يا جماعه، ما احنا مش عايزين مش هنعطل حركه الحياه، احنا مش هنعطل حركه الحياه، لكن لما نلتزم والساعه 7 كله يقعد في بيته، او اللي خرج الصبح خرج واللي ما خرجش قاعد في بيته، احنا كده بنقلل. حتى لو في نسبه فيروس، بدل ما هيبقى مثلا 70% هينزل ل 35%. فالناس فاكره ان الموضوع ما كده كده في ناس بتخرج. ايوه يا عم، دي خارجه للضروره، دي خارجه للضروره. ثم تقليل عدد الناس في الشارع في حد ذاته بيقلل نسبه الفيروس والمكروب. فلازم الناس تفهم الموضوع ده. انت يا عم التزم بالاوامر، في خطر، في خطر طبعا، كل شيء بقدر الله. انت لو هيصيبك المرض هيصيبك، حتى لو انت في بيتك هيصيبك المرض، حتى لو انت في اي مكان، انت بس خد بالحيطه، هتخرج لشغلك، خارج للناس. لغايه دلوقتي يعني انا شفت واحد عجيب قوي من اصدقائي بيسلم على واحد صاحبنا، هو عامل حذر انه ما يسلمش، فالمهم التاني بيمدي له ايده، راح بيمدي له كمه، فبيسلم ورايحين يبوسوا بعض. طب انت عملت ايه؟ يعني انت منعت السلام بالايد عشان تبوس. طب ما النفس ده اخطر من لمس بالايد. فشوف الشعب المصري. انت شفت الحته دي بقى يا شيخ ايمن؟ واحد صاحب مقله مقله ليبي، يعني شفت الشعب المصري ابن نكته الشعب المصري. راح يشتري منه لب، فلابس جوانتي ولابس حاجات ومش عارف ايه. فقال له والله بارك الله فيك يا اخي انت محافظ على. فراح هوب قال له اه طبعا لازم اخاف على روحي، وراح هوب راح نفخ في القرطاس وراح معبله اللب واتفضل. واخد بالك؟ انا بصراحه بنشوف حاجات عجيبه. ولو جيت ما تسلمش على واحد، ايه يا عم انت متخليه على الله يا عم؟ ما هي على الله، والله كله على الله، بس احنا بناخد بالاسباب. الضرورات دي بقى يا شيخ. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، هكذا اخبار الله تبارك وتعالى. انا يا عم مش شرط ان انا اللي قدامني اللي فيه المرض، ممكن انا اكون عندي المرض لسه ما اعرفش، صح، ما ظهرش عليا. احسن. فاحنا يا جماعه. طب ايه يا شيخ ايمن نقوم نمشي؟ احسنت يا شيخ ايمن، احسنت والله. ان شاء الله ربنا يكرمنا ويرفع عنا هذا، وان شاء الله كما قلت ان هذا المرض ان شاء الله وباء ونقمه على كل جاحد طبعا وكل مجرم، لكن ان شاء الله هيبقى رحمه للمسلمين، وبفضل الملك، بفضل الملك ان شاء الله يعني هيكون على المسلمين نعمه باذن الله. مجرم ثم مجرم ثم مجرم ثم مجرم، نقول للصبح من ضرب بقوانين هذه الدوله عرض الحائط وافتكر ان حياته ملكه، بيضر الاخرين بيجرهم للمهالك وللمعاصي، مجرم ثم اجرم ثم اجرم في حق نفسه وحق اسرته وحق عائلته وحق مجتمعه وحق وطنه وحق العالم اجمع. هيمنحهم او هيمنعهم من ممارسه الحياه الطبيعيه عندما علم انه مصاب بفيروس كورونا ونزل يتمشى ما بين الناس وضرب بلوائح قرارات الدوله عرض الحائط. وده هيبقى سؤالي طبعا للمهندس وليد شلبي. مهندس وليد، الناس بتنزل ولا هاممها، وفاكرين ان التنمية البشرية دي او قيمة البشر او قيمة الانسان رخيصة قدام الجنيه وقدام المال، وحضرتك خبير اعمال تعي وتعرف جيدا ما قيمة الانسان علشان يقدر يعلي من اقتصاد هذه الدولة. حقيقي الفكرة يا فندم ان احنا دايما في لما نبص لوجهة نظر حد نازل يشتغل بنبص لها من ثلاث زوايا. أول زاوية من وجهة نظر الراجل نازل يشتغل نفسه، هو نازل يشتغل ليه؟ تاني حاجة من صاحب العمل، كويس، هو منزل الناس ليه؟ تالت حاجة نخرج برا الاتنين دول ونبص على الصورة كاملة، هنلاقي أن في حاجات كتيرة جدا جدا جدا، في شركات كتيرة ذكية ابتدت تقسم الأعمال على الموظفين اللي موجودين فيها،
بحيث ان نص العماله او تلتها ينزلوا خلال يوم ويوم من الاسبوع. طيب دي الشركات والمؤسسات والهيئات الحكوميه بتاعت تعمل كده. العماله اليوميه تعمل ايه؟ احنا دلوقتي عندنا في شعب مصر الطيب عندنا ظاهره جميله جدا بغض النظر عن الاجراءات الحكوميه، عندنا حته التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي احد الالات او احد الادوات اللي في مصر جميله جدا. شعب مصر طيب، شعب مصر ما فيش حد بيبات وجاره جعان، شعب مصر دايما تلاقيه في الاعياد بيوزعوا على بعض الهدايا اذا كان هدايا ماكولات او غيرها. لازم دلوقتي ده دور الشعب، دور الشعب ان هو يعرف مين فين بيعمل ايه، مين جاري اللي عنده شغل ومنتظم ومين جاري التاني اللي بينزل باليوميه يقدر ينزل يشتغل ويجي. ولازم يحصل التكافل ده في اسرع وقت عشان اقدر احميه واحمي اسرته، لاني انا دلوقتي لو انا ما عملتش كده فانا ما اديتلوش اي حجه يقعد بيها، فلازم هينزل الصبح يشتغل حتى ولو تعبان ومش قادر علشان يجيب اكل وقوت لعياله. انما لو حصل التكافل الاجتماعي وقدرت اقول له لا انت بدل ما تنزل الاسبوع ده انزل يومين من الاسبوع مش سبعه مش خمسه، هقدر بكده اوفر الناس اللي موجوده على الارض، اوفر الناس اللي موجوده اللي معرضه للاصابه في اي وقت. فعشان اقدر احل المشكله دي من غير ما اسبب انتشار لمرض كورونا او ان انا اسبب عبء على الاقتصاد المصري او ان انا اسبب نسبه فقر او بطاله زياده نتيجه الفتره اللي احنا نقعد فيها في البيت، لازم يحدث مع التكافل الحكومه مع الناس بالمعاش المؤقت اللي اتكلمنا عليه في اول الحلقه، يحدث تكافل اجتماعي بين طبقات الشعب. وبالتكافل ده زي ما اوصى بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احنا كالجسد الواحد، فيجب ان نتكافل باسرع وقت وباسهل طريقه واللي بنقدر عليه. أحسنت. شكرا يا فندم. احسنت يا باشمهندس، احسنت بجد. يعني انا طبعا من خلال برنامج ازمه اخلاق بشكر حمله شباب في الخير القائم بيها شباب الأليوبية وعلى رأسهم طبعا الإعلامي الأستاذ سيد الضبع. ممكن تعرض لنا الصور وإحنا شغالين كده. الأستاذ سيد الضبع قايم بحملة، حملة شباب في الخير لرش المبيدات والمطهرات في الشارع الأليوبي تما في محافظة الأليوبية، وده تحت إشراف طبعا الإعلامي الزميل هاني الهواري والإعلامية سماح سلامة ودكتور سيد العايق وأستاذ حمادة رزق والأستاذ أحمد طناني والأستاذ محسن نور والأستاذ أميرة إبراهيم الأستاذ محمد البسطي. قد إيه هذه الحملة اشتغلت واجتهدت وإحنا شايفين الصورة، هي كانوا بيرشوا مبيدات ومطهرات في الأليوبية طبعا. تحية إخلاص وتحية تقدير وتحية شكر للأستاذ سيد الضبع والإعلامي هاني الهواري والإعلامية سماح سلامة والأستاذ سيد العايق. تحية شكر من هذا البرنامج لكل واحد خايف على بلده والناس الوطنيين الناس المحترمين، تحية شكر لكل هؤلاء. أنا بشكركم طبعا وبتوجه بالشكر نيابة عن الدعاء الإسلامي الشيخ أمير المصري من برنامج أزمة أخلاق لهذه الحملة. خلينا أرجع سريعا للدكتورة سهير. دكتورة سهير، شايفة قد إيه الإشاعات الموجودة؟ وبلاش بقى في زمن الكورونا بس، يعني أنت عارفة الإشاعات طبعا ده بيقطعوا الأرحام يا دكتورة. تصدقي ان اخ يقطع رحم اخوه بمجرد ما واحد صاحبه يقول له اخوك بيقول عليه كذا وكذا، ما يقومش حتى يتصل باخوه يقول له انت قلت، لا بيقطع الارحام. انا عايز رساله للامهات في البيوت، للانسات والطالبات في الجامعات والمدارس، للناس في العمل بين الاخوات. وانت قد ايه انا عارف ان انت ست مجتمعيه ودايما بتقعدي مع الناس. اتفضل. هو طبعا المفترض ان التربيه الصحيحه في الاول ان كل ام واب بيحطوا روح الحب بين الاخوات، فده للاسف ما عادش بيحصل، بدليل احنا اتكلمنا في حلقات قبل كده ان الاخ بيكره اخوه وبيحبلوش الخير والكلام ده. الكلمه دي صدقه طبعا، يعني الكلمه صدقه. فلو الواحد يعني اضعف الايمان انا مش قادره اساعد جارتي هقول لها كلمه كويسه، صح، علشان يعني حتى روحها المعنويه ترتفع. بس انا كنت عايزه انوه عن حاجه استاذ ابراهيم. اتفضل. علشان الاستاذ وليد اتكلم على الناس اللي بتعمل خير والكلام ده كله في مصر. في ناس كتير بتعمل خير، بس عايزه اسال فين اعضاء مجلس الشعب؟
فين رجال الأعمال؟ معلش فين رجال الأعمال اللي حتى ما طلعوش لحد دلوقتي وقالوا احنا هنساعد الدولة ونساعد الناس الغلابة الأرزقية اللي بيطلعوا على باب الله والوقتي قاعدين في البيوت؟ أنا مش شايفة الناس دي بتعمل حاجة خالص. فعايزين نوجه لهم كلمة من خلال البرنامج إن هم يتقوا الله شوية، وبدل ما يروحوا يعملوا السهرات اللي نازلة على الفيسبوك دي وقاعدين يغنوا ويرقصوا والبلد في نكبة وفي مصيبة والعالم كله في مصيبة وهم مش هممهم مين أكل ومين ما أكلش، ويعني حتى يطلعوا يقولوا كلمة حلوة للناس. صح. بس وقعت بلد العجائب في كارثة، وقعت بلد التقدم والازدهار والتكنولوجيا في كارثة، وهي أمريكا. أمريكا يا جماعة تخلوا عن كل أسباب الأرض، لدرجة من فترة قليلة جدا رئيس أمريكا قال حابب نصور كده وعز الأمريكا عن العالم المتخلف. دلوقتي فتح التأشيرات لكل الأطباء، كل واحد يقدر يعالج أي مرض فتح له التأشيرات دلوقتي، اتفضل تعالى أمريكا. أكبر نسبة إصابات في أمريكا النهاردة، مش قادرين يعملوا حاجة، المستشفيات مزدحمة، مفيش سرير في أمريكا النهاردة، وأكبر نسبة وفيات وأكبر نسبة إصابات موجودة حاليا في أمريكا. وإيطاليا التجبر إيطاليا. طبعا إيطاليا ربنا يكون مع الدول دي، نختلف أو نتفق مع سياستها، ولكن احنا ملناش دعوة بالشعب، الشعب طبعا متلاحم مع بعض، انا ماليش دعوة بالسياسة خالص ولا ليه دعوة مين بيحكم مين يعني. ولكن النهاردة وده هيبقى سؤالي مع الداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري، الشيخ أيمن تخلوا عن أسباب الأرض ولجوا لأسباب السماء. دي آية من آيات الله، إن جند من جنود الله صغير جدا لا يرى حتى بالعين المجردة، آية ربنا سبحانه وتعالى أرسلها لكل العالم. مهما إن وصلتم لقمم وأعلى القمم في العلم والتقدم، ومهما إن وصلتم بأسلحتكم وكل شيء معاكم بإمكانيات مادية واقتصادية، إلا أن كل العالم ضعيف جدا قدام جندي بس بسيط جدا من جند ربنا. فهذا المرض أرسله الله نقمة، أو يصيب به من يشاء ويرحم به من يشاء، فهو عذاب لكل من خالف منهج رب الأرض والسماوات، كل اللي تجبر وكل اللي تكبر على الله وفكر أنه هو خلاص وصل إحنا دولة عظمى. لا 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 أبدا، اوعى تظن ان الكون ماشي هباء، لا، مهما ان كان معاك ووصلت المرحلة لأعلى القمم قدام الملك الكل فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فنتعظ وكل العالم دلوقت وعلى رأسهم أكبر دول العالم بيقول لك ما عندناش غير حاجة واحدة، ما قدمناش غير باب واحد، اللجوء إلى السماء أي إلى الله. دلوقتي بقى يشغلوا القرآن في كل المؤتمرات بتاعتهم، بقوا يقولوا عايزين نلجأ إلى الله بالصلاة، لأن كل ديانة لها إله. مقاطع منتشرة على الفيسبوك يا شيخ أيمن إن واحد إسرائيلي في قلب إسرائيل مشغل قرآن في المطعم بتاعه. يا أخي في إيطاليا بقى يصلوا مع المسلمين ويسجدوا ويبكوا ويتضرعوا إلى الله. في فرنسا وقعدوا يعانوا كتير عشان يبنوا المسجد الكبير، واتبنى في 2003 أول مرة يجهر بالأذان ويسمعوا عامة فرنسا. والله في آيات، إن لله في كونه لآيات يعجب منها عباد رب الأرض والسماوات. فإن شاء الله نستبشر خير المسلمين، أبشروا بفرج الله، فيه خير قادم بإذن الله. وهذا أملي في الله إن شاء الله. الله يفتح عليك. البحث العلمي وما قيمته في هذه الأيام، وده هيبقى سؤالي طبعا للمهندس وليد شلبي خبير إدارة الأعمال ومهارات الحياة، وهو إنسان مثقف وعلى علم، ولا نحسبه بخير عند الله سبحانه وتعالى. باش مهندس، البحث العلمي وقيمته، وقد ايه احنا بنلجأ دلوقتي للبحث العلمي، وتركنا بقى المسلسلات والافلام وماتشات الكوره والمصارعه وكل مناهج الحياه الترفيهيه، ولجوا الان الى طبيب
يرتدي الثوب الابيض البلطو الابيض، هو ده رقم واحد دلوقتي في العالم مش في مصر بس، هو ده بقى نمبر وان يا باشمهندس، مش نمبر وان الالماني وغير الالماني، لا 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 خالص، نمبر وان هي ممرضه تركت اطفالها وتركت بيتها وزوجها ووقفت في الصفوف الاولى تحمي البشر من هذا الوباء. اول حاجه بتستحضرني في الوقت اللي حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي هو ان في فلسطين خلوا خطبه الجمعه اللي قبل اللي فاتت للدكاتره. للدكاتره؟ للدكاتره طبعا. الدكتور طلع على المنبر مكان الشيخ علشان يقول للناس ايه مرض الكورونا وهو عباره عن ايه واساليب الوقايه منه واعراضه. استاذ ابراهيم، العلم هو العلم في كل مكان وزمان، اوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلبوا العلم ولو في الصين. ايات القران الكريم كلها بتوصي بالعلم، القرآن كتاب علم. فمن هنا نقول ايه؟ من هنا نقول يا جماعة عايزين نغرس جوه الشباب وجوه الأجيال اللي طالعة حاجتين مهمين جدا. أول حاجة القراءة، اقروا، نحن أمة يجب أن تقرأ. هتعرف ازاي من غير ما تقرأ؟ هتتعلم ازاي من غير ما تقرأ؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا، إن احنا نفتح باب الإبداعات ونخلق للشباب قدوة علمية. أنا مش عايز الشباب يشوف ممثل كويس بيقوم بأدوار حلوة أو وحشة يبقى هو قدوته، لعيب كورة قدوته، لا، أنا عايز يبقى قدوته دكتور مجدي يعقوب، أحمد زويل، دكتور فاروق الباز. أنا عايز الأطفال الصغيرة تبتدي تخش على اليوتيوب ولا على الإنترنت بدل ما يلعبوا ألعاب إلكترونية يقرأ معلومة مفيدة، يعرف إزاي يصنع روبوت، يعرف ازاي يقرا بحث علمي، يعرف ازاي يقرا تقرير مالي. طلبه الكليات اللي ليها علاقه بالحسابات الماليه او القوائم الماليه، ادي الفرصه لان انا اخلي كل وزاره تتبنى مجموعه من الشباب وتعمل لهم مركز ابحاث داخل الوزاره يقدروا يتعلموا ويبدعوا فيه، يقدروا ينتجوا برمجيات، يقدروا ينتجوا مختلف العلوم اللي تفيد البلد. احسن. والبحث العلمي لازم يبتدي في اخر حاجه اقول لحضرتك إن هو من الابتدائي للإعدادي للثانوي في هيئة مشاريع أو وركشوب صغيرة للأطفال وللكبار. أحسنت يا باشمهندس، أحسنت بجد. جبر الخواطر، وزي ما قالت الدكتورة سهير فاضل، إن فين دلوقتي بقى رجال الأعمال اللي شبعوا من خيرات هذه البلد؟ أنا عايز رسالة لكل رجل أعمال شريف في مصر. وحضرتك يا دكتوره لو بلاش انا لا لا معلش لا ده دورنا على فكره لا ده دورنا. وحضرتك لو تعرض عليكي كون بطلا كما اعلنت وزاره الصحه انك تروحي تكوني في الخط الاول كده للدفاع، ترضي يا دكتوره؟ اه طبعا، انا على اتم استعداد. على مش فكرة. عشان احنا قدام الشاشات. لا لا لا، انت عارف ان انا مش بتاعه شاشات. انت عارف ان انا مقاتله يعني. انت معاشرني وعارف يعني. انا طبعا شفت فيديو على الفيسبوك، مش هقول اسماء، بس فيديو مهين بكل المقاييس. مجموعه من الفنانين ومن رجال الاعمال اللي اكلوا خير مصر وخير الغلابه. طبعا انت شفت الفيديو اكيد، بدل ما تقعد تبص لي كده وهم بيرقصوا وبيشربوا ولا كان البلد فيها كارثه يا استاذ ابراهيم. يعني بدل ما تروحوا ترقصوا وتشربوا، ما تنزلوا شوفوا الشارع قولوا كلمه حلوه للناس الغلابه، طبطبوا عليهم. الحفلة اللي انتوا عاملينها وصارفين عليها ألوفات دي، ما تطلعوا الفلوس دي الدول الغلابة تاكل بيها. والله، وانا من خلال هذا البرنامج انا بحيي طبعا سيادة الوزيرة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة للدور الكبير اللي هي بتقوم بيه دلوقتي في المسرح القومي. والله هو في الحقيقة، لا احنا عايز اقول لك ده بجد بقى. اتفضل. الدولة من السيد رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء لجميع الوزراء، انا شايفة ان هم في النكبة اللي العالم فيها ومصر فيها، بجد هم قاموا بدور بطولي طبعا جدا، ويكفي القرارات الحاسمه اللي اخذوها، وخاصه السيد وزير. مش قرارات حاسمه بقى يا دكتور، عشان بس نحط الكلام في مناصبه الحقيقيه، هي قرارات شجاعه. ايوه، ما انا بقول لك قرارات حاسمه. يعني طبعا. شجاعه استاذ ابراهيم، يعني قرارات يعني شجاعه. اتخذتها الدوله لاول مره، وزاره الداخليه بكل حزم لتنفيذها. فدي حاجة جميلة جدا من الدولة، فياريت الناس بقى تراعي الكلام دون ويبطلوا ينزلوا بقى يمشوا في الشارع. أنا امبارح شايفة الناس بجد أنا يعني الدولة عمالة تدي فلوس وتقول لكم اقعدوا في البيت وهديكم مرتباتكم وانتم ماشيين في الشارع.
تضحكوا وتلعبوا، واللي عمال يطبل واللي يغني، يعني تهريج. مشاهدينا في كل مكان، انتهى وقت برنامجي، وهنعيش مع الداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري، والتتر بينزل كده بدعاء لعل الله يرفع الغمة عن هذه الأمة. أنا في نهاية حلقتي بتوجه بالشكر للداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري، كنت معايا الشيخ أيمن مشرف. الله يكرمك. كما أتوجه أيضا بالشكر لخبير إدارة الأعمال ومهارات الحياة الباشمهندس وليد شلبي، كنت معايا باشمهندس نور. لا أنا متشكر جدا جدا على الحلقة الجميلة دي. الله يخليك. كما أيضا أتوجه بكل الشكر وكل التقدير وكل التحية لسيدية الأعمال الدكتورة سهير فاضل، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحادية جروب للاستثمار العقاري وإدارة المشروعات. كنت معايا دكتورة، منوروني والله. مرسي يا أستاذ إبراهيم، شكرا جدا. الشيخ أيمن المصري، يلا يا شيخ ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، والتتر بينزل كده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك على عظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا ما نحن فيه، ونفس عنا ما نحن فيه. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذه الأمراض، اللهم اجعل هذا المرض نقمة على كل فاجر، ونقمة على كل عاصي لك يا رب العالمين. واعفي وعافنا واعفي جميع المسلمين. اللهم اعز الإسلام وعز المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنزل على أهل مصر الخيرات، وأنزل على أهل مصر البركات، وأنزل على أهل مصر الرحمات وسائر بلاد المسلمين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رسالة أخيرة لكل رجل أعمال شريف في مصر، جه وقتك وجه دورك تقف جنب المجتمع وجنب شعبك وجنب اهلك وجنب ناسك وجنب الناس اللي خليته معاه فلوس، يعني طبعا في الناس وفي الشعب وفي الوطن كمان. ربنا يعني رزقكم من خيرات هذه الارض، لكم عليكم حقوق لازم تؤدوها نحو شعبك. النهارده يا مصري يا اما مش مصري، يا وطني يا اما مش وطني، عمرك ما تتخلى ابدا عن شعبك وعن دولتك في هذه الاونه، وتقول انا مصري بقى، وتقولوا لنا بقى الشعارات اللي صدعتنا ليل نهار. يا جماعة يا أستاذ إبراهيم، يا جماعة نتخلى بقى عن والله اختفوا. احنا عايزين نتخلى بس عن سياسة كل واحد بيزرع شجرة في الشارع، عايز 100 قناة تصوره و100 ألف بوست ينزل عليها معاه على الفيسبوك، كل واحد بيفرق إزازتين زيت يروح يصور نفسه ويلقط نفسه ويهين الناس بغلابة. خلينا نتكلم، أنا بجرح المجتمع طبعا، وسامحوني إذا كانت نبرة صوتي هتعلى. إذا كان حد من رجال الأعمال دلوقتي عنده زكاة مال بعد شهر أو بعد شهرين، أولى به إن هو يطلع زكاة المال النهاردة. يا إما وطني يا إما مش وطني، يا إما مصري يا إما مش مصري. وبهذه الكلمات الجارحة أختم برنامج أزمة أخلاق، تحياتي ليكم، على أمل أن ألقاكم في الحلقة القادمة يوم الأحد في 9 صباحا. إذا كنا من أهل الأرض وكنا من أهل الدنيا، السلام.